قريب دودي سبورت. اهلا بكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا وعلى طول بتوحشوني. واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب الدودي سبورت. حلقه اليوم النهارده عندنا مفاجآت، وفعلا هتكون حلقه محترمه طبعا. بس قبل ما نتكلم على حلقه اليوم اللي فيها مفاجآت من ملعب الدودي سبورت، عايزين نعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 3000 لايك. بنجح بيكم دعواتكم باذن الرحمن، اكون دايما عند حسنكم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصر المسلمين وفلسطين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه اليوم النهارده يا جماعه كلها كوكتيل، كلها كوكتيل، يعني الفاكهه ومتعه الاثاره من ملعب الدودي بودي سبورت. النهارده هنتكلم فيها مفاجآت حلقه اليوم في صفقات راجعه لنادي الزمالك، وصفقات الزمالك بيقترب منها في المفاوضات، وحاجات كده بقى غريبه، وطبعا موديست ومفاجآت من العيال الثقيل وعم مورينيو اللي فعلا بقى فيه مفاجآت من العيال الثقيل اللي احنا بقى سامعين حاجات كده ضرب نار. اول شيء هنتكلم عليه في حلقه اليوم وهو طبعا موديست اللي مكمل مع النادي الاهلي. مارسيل كولر قال ان موديست مكمل مع النادي الاهلي، وطالع الاعلامي المعروف كابتن احمد شوبير مأكد المعلومه وقال اللي موديست هيكمل مع النادي الاهلي، يعني خلف نظر او الاهلي لفت نظر عن محمد كوناتي، والنادي الاهلي مصمم او النادي الاهلي مستمر مع موديست انطونيو موديست الفرنسي، الدبابه الفرنسيه، الدبابه الغوريلا طبعا زي ما حضراتكم عارفين. اللي مارسيل كولر كان سنه من السنين مانويل جوزيه صبر على فيلابيو موسم كامل، والراجل هنا بقى النهارده بيتكلم مارسيل كولر، قال لك انا الراجل ده مكمل معايا علشان الراجل ده قناص، عنده الحته اللي بالدماغ، عنده الشوط من بره ال 18، عنده الركنه كويسه، بيعرف يستلم، بيعرف يسلم، محطه بمعنى الكلمه موديست، واستكماله او مكمل مع النادي الاهلي لنهايه الموسم الحالي. محمد الضوي، مارسيل كولر ايضا، مارسيل كولر ايضا يوافق على اعاره محمد الضوي كريستو الى فيوتشر اف سي 6 اشهر علشان الراجل يرجع لفورمه تانية من جديد ويكون رجله في الملعب. وانا شايف ايه اللي النادي الاهلي كان ممكن يستغل محمد الضوي اللي عنده 20 سنه، صاحب المهارات العاليه وصاحب الاسبرنتات وصاحب الدريبل بكره كويس جدا. وانا شايف ايه اللي محمد الضوي، هل يا كابتن دولي في صفقه تبادليه؟ ايوه يا عم صفقه تبادليه، بس مش مين؟ مش عمر كمال عبد الواحد، عشان عمر كمال خلاص خلص. في صفقه ثانيه من نادي فيوتشر اف سي تقترب للنادي الاهلي، بس مستني ااكد المعلومه واطلع اقول لك مين هو اللي هيكون يقترب بنسبه 70-80% للنادي الاهلي من فيوتشر اف سي. نخش بقى على مصطفى فتحي نجم نادي الزمالك السابق اللي يعود من جديد الى نادي الزمالك بعد مشواره في التعاون السعودي وفي الوقت الحالي بيراميدز. وطبعا ممدوح عيد قرر هو ومجلس الاداره بيع مصطفى فتحي اللي فعلا قدر يتنازل عن كل شيء من اجزاء مستحقاته، قدر يتنازل عن كل شيء داخل نفسه، قدر يستغنى عن كل حاجه بتخص مصطفى فتحي للعوده لنادي الزمالك. هل هو ده فعلا حب مصطفى فتحي لنادي الزمالك ويعود من جديد مصطفى فتحي من بدايه يناير الى نادي الزمالك؟ طبعا يا جماعه الزمالك بعد طبعا فشل دفاعي، كوارث دفاعيه زي محمد عبد الغني، زي مصطفى الزناري، زي حسام عبد المجيد، قال لك بقى احنا مش هنجيبها البر والدنيا هتبقى خراب صداح مداح، لا احنا يا سيدي نقترب من مين بقى؟ نقترب من حمزه الجلاصي نجم المنتخب التونسي ونجم النجم الساحلي. وطبعا حمزه الجلاصي من صخره الدفاع المنتخب التونسي. حمزه الجلاصي يا جماعه من مواليد 29
91 يعني في الوقت الحالي حمزة عنده 31 سنة وإضافة قوية جدا جدا جدا، هيقدر يفيد الثلاث لعيبة دول. علشان بصراحة لو لعبت حمزة الجلاصي بعد المفاوضات، ولعبت حمزة المسلوسي، ولعبت محمود علاء، او لعبت الونش، يبقى اربعه عندك في خط الظهر كويسين جدا، ناس بتلعب كره من تحت بشكل كويس. وانا شايف ان حمزه الجلاصي هيكون اضافه قويه جدا جدا جدا. ده 31 سنه يا عم دودي. ما انت عندك مبلولو بتاع اسكندري، موديست 35 سنه، كل اللعيبه مش بالسن، بامكانيات وتقدير وقيم وقوه هذا اللاعب حمزه الجلاصي. اتحاد جدة وتحديات قوية في بطولة كاس العالم للأندية. ايه ده؟ مين يا دودة؟ ما انا هقول لك مين يا ابو الكباتن. نجم ريال مدريد في الحتت الفنية، نجم تشيلسي الانجليزي، مشوار طويل في الحتت الاوروبية، وهو مورينيو المدير الفني اللي يقترب بنسبة 75-80% بمبلغ محترم وبمبلغ ضخم جدا 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 بعد اللي كان بياخده في تشيلسي الانجليزي او في ريال مدريد. طبعا اتحاد جده هيديله الطاق 2، لكن الراجل قال لك سيبوني افكر كده في خلال يومين ثلاثه، وعايز بقى يمتص الدنيا كلها ويشوف الاجواء في الدوري السعودي هيبقى عامله ازاي او في كاس العالم للانديه. وانا شايف ان مورينيو هيقدر، ممكن لو قدر اتحاد جده يستفيد منه، هيبقى مدير فني جامد جدا جدا جدا، واضافه قويه هتكون لمورينيو مع اتحاد جده. هتكون في بدايه مشواره في كاس العالم للانديه، هتكون امام المارد الاحمر وهو النادي الاهلي، يعني مارسيل كولر هيكون على يمنا ومورينيو على شمالنا. وتحديات من هو في الشهر الحالي او السنه الحاليه تصويب كبير جدا بين مارسيل كولر ومورينيو على جائزه افضل مدير فني. طبعا مش قادر اقول لكم بصراحه، حاجه محترمه جدا جدا اذا خدها مارسيل كولر، هتكون حاجه قيمه جدا بالنسبه للكره المصريه او بخاصه بالنادي الاهلي. وطبعا مارسيل كولر امكانيات عاليه جدا، ما انساش اللي خد 4 بطولات ولا 5 بطولات مع النادي الاهلي في الموسم اللي فات. وانا شايف ان مارسيل كولر هيتفوق جدا على مورينيو، وباذن الله تعالى نكون كل التوفيق لمارسيل كولر. كده باذن الله اكون وصلت لنهايه حلقتي. بتمنى من الله تكون الحلقه عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم، نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 3000 لايك. بنجح بيكم دعواتكم، وباذن الرحمن اكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني غدا بعد لقاء منتخبنا الوطني في بدايه مشواره الافريقي لتصفيات كاس العالم امام جيبوتي. بتمنى من الله التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل جماهير مصر كلها ورا منتخبنا الوطني. بشكركم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.